السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى القنوات الناقلة لمباراة الدوري الأوروبي، المباراة التي تجمع بين نادي برشلونة وفرانكفورت في الدوري الأوروبي. سوف نرى جميع القنوات الناقلة لهذه المباراة، فلا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو لتلقى كل جديد. ولنبدأ على بركة الله في التعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فرانكفورت. طبعا هناك قنوات كثيرة، لكن أبرزها قناة بين سبورت اتش دي 1 من تعليق المعلق يوسف سيف، قناة تي في 6 سويد، قناة تي في 2 سبورت دان، قناة اير تي اوليكس، قناة سبورت تي في 2 برتغال، قناة سبورت سولشي، قناة بي تي سبورت اتش دي 1، قناة كومي سبورت اتش دي 3، قناة اسبانيا 1، قناة ارينا سبورت اتش دي 3 كرواتيا، قناة ايمي 4 سبورت اتش دي، قناة ماتش تي في، قناة سكاي سبورت اونو، قناة في سبورت اونو، قناة في سبورت اتش دي 1، وقناة سكاي سبورت فوتبول ايطاليا. وهناك قنوات عدة ناقلة لهذه المباراة بين نادي برشلونة وفرانكفورت. طبعا بالنسبة للدول العربية توجد قناة واحدة وهي قناة بين سبورت اتش دي 1 من تعليق المعلق يوسف سيف معلقا على مباراة نادي برشلونة اليوم. طبعا هذا هو كل شيء بيننا بخصوص هذا هو كل شيء ما لدينا بخصوص القنوات الناقلة، فلا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو لتلقى كل جديد، وإلى اللقاء.